تتنوع أساليب وخطط البلدان العربية لتطوير ألعابها وخاصة الجماعية منها. في الأردن سعى القائمون على الرياضة لبناء كرة القدم النسوية من بوابة المشاركة في أفضل بطولة ممكنة على مستوى العالم. لا شك أن التأهل كان أمراً في غاية الصعوبة نظراً للتطور الحاصل في منتخبات القارة الآسيوية، فتجلى الحل من خلال استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم لفئة تحت 17 عاماً في السنة الماضية. رغم التكاليف العالية، لكن إيجابيات لا تحصى حصلت عليها الكرة الناعمة أعقبت سنوات من التحضير الفني، والذي ترافق بتهيئة ملاعب عالمية الطراز بقيت إرثاً كبيراً لكل ممارسات اللعبة الشعبية الأولى. هذه الإيجابيات انعكست على النظرة للفتاة التي تمارس كرة القدم، فكانت الحماسة كبيرة وكذلك الدعم الجماهيري. استضافة الأردن لكأس السيدات تحت سن 17 كان له أثر إيجابي كتير بنشر اللعبة في الأردن، سواء بمحافظة الجنوب أو الشمال أو بالعاصمة طبعا عمان، لأنه زي ما بنعرف كانت الاستضافة بأربع ملاعب رئيسية بإربد وبالزرقاء وبعمان، كان في ملعبين. سبق هاي الاستضافة نشاطات كبيرة كانت في المدارس عشان نروج لكأس العالم، فطبعا كان لها أثر إيجابي في نشر اللعبة، وهذا هو كان هدفنا الأول إنه ننشر لعبة كرة القدم للسيدات في الأردن. واللي ما كانوا يشجعوا الكرة النسوية صاروا يتقبلوا فكرة وجود كرة نسوية ويشوفوا بنات عم تلعب، لأنه لما نشوف الأهالي قاعدة عم تتفرج على بناتهم عم بيلعبوا كرة القدم صاروا يتحمسوا لهاي الفكرة، صاروا يشوفوا إنه هذا الإشي طبيعي. البطولة العالمية لم تشهد نتائج جيدة لصاحبات الضيافة بسبب قوة المنتخبات المشاركة والإمكانيات العالية التي تتمتع بها منذ سنوات، لكن الأردن أسس من خلال الاستضافة لخطوات مثالية من أجل إعداد الجيل اللازم من اللاعبات والمدربات للوصول إلى المستوى المأمول وتذليل الفوارق مع الدول المتقدمة. عندنا مراكز الواعدات منتشرة بكل محافظات المملكة، وأصبح هناك تهافت شديد على المشاركة فيها. لدينا الآن الأندية النسوية، لدينا بما يعادل 10 أندية نسوية، والآن شهدنا السنة هاي التنافس العالي بينهم. لدينا أيضا زخم عالي من المدربات اللي بيطمحوا يصيروا مدربات في المستقبل. لدينا الآن في الأردن وحدة هذا نفتخر فيه، مدربتين حاصلات على درجة المحترفين في التدريب، ولدينا 56 مدربة يعني مختلفات بين دورات السي والبي والإيه. وضعت كرة النشميات الأساسات اللازمة عبر كأس العالم، ومنها انطلقت في محاولة المنافسة على منصات التتويج العربية والقارية. البطولة الآسيوية تعد هدفاً آخر كثير الأهمية، حيث ستكون الأردن جاهزة لاحتضان الحدث بعد تجربة مميزة في المونديال، ولكن هذه المرة بطموح تسجيل نتائج جيدة واقتلاع إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم. الفريق الأول مستضيفين كأس آسيا، اللي إلنا فرصة كتير كبيرة فيها إنه نتأهل لكأس العالم بوجود تأهل 5 فرق من أصل 8 فرق. الفريق كتير متحضر، كتير جاهز، متحمسين لبطولة آسيا. صار في دمج من بنات كأس العالم تحت 17 سنة مع الفريق الأول، صار في عنصر الخبرة مع عنصر الشباب. فتحت ملاعب الأردن أبوابها لاستقبال أهم منتخبات العالم وأقوى البطولات، واضعة أهدافاً واضحة تحقق بعضها وتبدو في طريق سالك لإيصال كرتها النسائية لأفضل مستوى ممكن.